السلام عليكم شلون الشباب ان شاء الله بخير وياكم اخوكم حسين من قناه كيلو جيمز مثل ما وعدتكم شباب انزل لكم مقطع شرح عام عن الاعدادات للبي سي وللكونسول ولاصحاب الكونسول اللي ربطون مباشر راح نشرح عن الحساسيه وشنو الشيء اللي ممكن يفيدك لهوايا شباب مستجدين باللعبه ما يعرفون يسوون الاعدادات فخلونا نقول يا الله ونبدي طبعا حساسيه الموسنسيفيتي للبي سي اه 12 والفيرتيكال سنسيفيتي واحد مثل ما واضح قدامكم بالصورة أنا مثل ما مسويهن أنصحكم تسووها الأكسلوريشن صفر والفلترنج صفر والماوس ماوس سموثينج سووا ديسيبلد يا اصدقائي وبالنسبه اكيد راح تسالون عن الدي بي اي تنزل البرنامج مال الماوس الخاص بك وتغير الدي بي اي اما بالنسبه لللوجيتك اللي انا استخدمه مثل ما تشوفون الدي بي اي يكون 400 للماوس وهذا الشيء لازم يعني تسوونه ضروري لاصحاب البي سي والهرتزيه لازم تكون 10000 حتى تتوافق ويا الاعدادات اللي انا دا اقدمها لك وان شاء الله تفيدك اكيد اللي يحب يشوف الموفمنت نظره ناخذ عليها سريعه للموفمنت حتى اذا عندك كان بها خطا حتى تسويها هاي بالنسبة للموفمنت وهاي بالنسبة للأسلحة مثل ما واضح قدامكم بالشاشة يا أصدقائي إن شاء الله تفيدكم هذا أني بالكيل ستريك ما تحتاجوهن أما بالنسبة للجنرال يا حبايب قلبي هذا الجنرال قدامكم واضح الإعدادات أه... اللي أنا أستخدمها طبعا ومثل ما تشوفوها دائما بالبث طبعا ها بالنسبة للجرافكس بس أحب أنوه الديسبلاي مود أنا ويندوز حاطة لأن أصور مقطع فيديو أنتوا راح تحطونه فول سكرين او اهم شي الرندر ريزولوشن يا شباب دائما حطوه 100 حتى الماب يرندر عندك وتكون عندك الصوره حلوه من تلعب هاي الاعدادات واضحه قدامكم بالصوره بالنسبه للجرافكس والحساسيه والازرار التحكم للكيبورد لوحه المفاتيح ايضا راح اخذ لكم نظره سريعه هوايا شباب اللي يعرفون اللود اوت اللي استخدمه باللعبه وما تريد تدخل فيديوهات هوايه فراح نحطهم احنا كلنا بهذا الفيديو بالنسبه للانفور يا اصدقائي انا هذا الانفور اللي استخدمه كومبنسيتر بارل ام 16 16 الاوبتيك انتم مخيرين بي 50 طلقه واندر بارل تكتيكال للي اول مره يشوفون فيديوهاتي اصدقائي دائما حط عندك بيرك الاول كولد بلودد حتى ما تنشاف بالمنظار الحراري والبيرك الثاني جوست حتى ما تنشاف بالرادارات اللي تنفتح بالخريطة أو عن طريق الرادار الصغير المحمول بالإيد والبيرك الثالث أنتم مخيرين بي أنا دائما أختار الامبت لأن أنا ألعب لعب سريع حتى أحول من السلاح الأول إلى السلاح الثاني بسرعة آه فائقة ايضا هذا بالنسبه للام عندك الام بي 7 هم نأخذها نظره سريعه مثل ما واضحه قدامكم بالصوره هاي الام بي 7 اللي انا استخدمها ايضا عندنا القراو هذا القراو اللي انا استخدمه اللي انا اعتبره ثاني افضل سلاح بعد الام باللعبة أيضا عندنا الرام ولو قليل ناس تستخدم الرام بس هو سلاح جدا قوي بس بالمسافات القريبة أعتقد يخذلك هذا الاسلاح وهو نعب السلاح وهو يعني يشوفون سلاح أنا بالنسبة اليمين الانفور والسنايبر هذا السنايبر اللي أنا يعني استخدمه مسوي إعدادات ما راح ينطي رينج كلش بعيد مدى بعيد بس السنايبر كلش سريع اذا صار شخص قدامك ايام عليك تقدر تنطي رياكشن رده فعل سريعه هذا بالنسبه للام 13 اللي انا استخدمها طبعا شباب احب ااكد لكم انه الاوبتيك انتم مخيرين بي كل شخص يحط الاوبتيك المناسب إلى اما الاعدادات انا اعطيكم هاي الاعدادات متاكد وان شاء الله راح تعجبكم وتستفادون منها يا اصدقائي، هذا لودات الطوارئ، قبل لا نكمل آه ننتقل الى الكونسول، خليني اشرح لكم عن لودات الطوارئ شكل سريع، اصدقائي مرات تموتون انتوا تقريبا بنهايه الجيم وتنزل من السجن او صديقك يقعدك واكو لودات قريب من يمك، ما راح يكون عندك طلقات وما راح يكون عندك آه اسلحه، انت كنت حتنزل على لودات بس اذا شلت اللودات ما راح تلقى طلقات ماكو مباني يمك فاصدقائي هذا يسموه لود اوت الطوارئ شو تحط له تحط دبل تايم حتى تقدر تركض بسرعه اذا صارت مواجهه قريبه او اخذت اللود حتى تقدر تنهزم بسرعه وتختارون بيرك الاوفر كيل الاسلاح الاوفر كيل يوفر لك انه تختار سلاحين بس راح تكون مكشوف للرادارات بس هو نهايه جيم يا اما انت راح تقتل او تنقتل والقنبله والتكتيكال والتاكتيكال وانا انصحكم تحطون هذا اللادات لودات الطوارئ شنو الميزه اللي بيه هذا اللادات واحنا شرحنا عليه انه هذا اللادات تحط الانفور اللي انت حاطها بس راح تضحي بشغله من اللودات مالتها اللي هي انا يعني مضحي هسه بالانتر بارول حتى احط بيرك الفولي لودد هذا البيرك راح يخليني من اخذ الاستاح من اللودات راح يكون مفول طلقات او مفول رصاص راح تكون انت جاهز للمعركه يعني حتنزل بدرعين وحتنزل وعندك سلاحين وعندك طلقات اسلحتك الاثنين مفولة طلقات من الطبعة على 5 هم فولي لودد حاط البيرك مالتهن او الام بي 5 هم تقدر ما تحط لهن اصلا من تنزل لاعب يعطيك 40 طلقه مال ام بي 5 اللي هن مال مسدس فتقدر ما تحط مال ام بي 5 وتقدر تحط لها غير شغله او اذا تريد 150 طلقه تقدر تحط البيرك انوه انه هو هذا البيرك الفولي لودد حتى تكون جاهزه المعركه خلونا يا شباب هسه ننتقل الى اعدادات الكونسل تعالوا يعني اي شباب هواية منكم يستخدم قطعة الزم ايبكس ويحير باعداداتها يسأل اكثر من شخص ينزل بوستات سألوني هواية واني بالبث المباشر او عن طريق البيج عنده قطعة زم ايبكس بس مدى يعرف يسوي الاعدادات مالتها لان مثل ما تعرفون القطعة شوية معقدة بين دي بي اي الماوس واعدادات القطعة نفسها واعدادات اللعبة راح نشوفكم شلون تسوون الاعدادات وشنو الارقام اللي لازم تحطوها مثل ما راح يكون واضح قدامكم بالصوره يا اصدقائي تروحون على الكنترولر تحطون الهوريزونتال 16 والفيرتيكال ستيك 12 والاي دي 1.18 والاي دي اس 1.18 وستاندرد Disabled مثل ما واضح قدامكم بالصوره يا اصدقائي الاعدادات راح تجربوها راح تفرق عندكم هوايه طبعا اكيد موجوده اعدادات القطعه ايضا وراح اشوفكم اعدادات الدي بي اي اللي خاصه بالماوس واحب انوه لكم يا اصدقائي انه كل ماوس حسب الشركه مالته برنامج اللوجيتيك ببرنامج خاص بي تقدر تسوي منه الاي دي اس والعفو الدي بي اي والهيرتزيه هاي بخصوص الاعدادات من داخل اللعبه اما هنا نتكلم عن الاعدادات داخل القطعه تختارون البروفايل كول اوف ديوتي مودرن وورفير مثل ما واضح قدامكم الايم 34 السموثينج 5 الواي اكس ريشيو 3 الاستدي ايم 1.0 والبوست قدامكم مثل ما واضح هاي اعدادات القطعه نفسها من التليفون يا صديقي تعدلها وتحط عليها مثل ما واضح قدامكم معدادات الكيبورد ايضا موجوده بيها راح تفيدكم وتستفادون منها الليفت ستاك وعندنا هسه الام داون سايد يا اصدقائي 32 السموثنج 12 والواي اكس 3.15 الاستدي ايم راح يكون صفر البوست صفر مثل ما واضح قدامكم الوول كنترول 55 وهاي اعدادات الكيبورد ايضا للي ما يعرف يسوي اعدادات الكيبورد واضحه قدامكم بالصوره لاصحاب قطعه الزم ابيكس ان كان للاكس بوكس او ان كان للبلاي ستيشن 4 والدي بي اي يا اصدقائي راح يكون 11000 الدي بي اي اكرر الاعدادات ما راح تتوافق الا تسوين كلهن مثل ما واضح قدامك بالفيديو الدي بي اي راح يكون 11000 والهرتزية راح تكون 10000 هاي الاعدادات بالنسبة لقطعة الزم ابيكس وخلينا نروح الاصحاب الدايركت اصحاب الدايركت يدللون علينا وهاي اعدادات قطعه اللي يستخدم الدايركت الماوس والكيبورد المباشر للعبه مثل ما تشوفون فيري هاي فيري هاي 1.0 1.0 هاي بخصوص الكنترولر سنسيفتي اللي تحطهن اعدادات كلهن كامله للعبه هاي اعدادات الاوديو وعندنا الكيبورد والماوس هن ذني اهم شيء الكيبورد الم الم المنيو منيو ماوس سنسيفيتي 1.56 الماوس سنسيفتي فاصلة ستة وعشرين هاي اللي يستخدمون الدايركت الماوس والكيبورد او المباشر واكيد يا اصدقائي ما ننسى الدي بي اي الدي بي اي مثل ما واضح قدامكم بالصورة يا اصدقائي نستخدم دي بي اي 800 لاصحاب المباشر مع السنسيفيتي واحد و ستة وخمسين واربعة بوينت ستة وعشرين هاي الاعدادات راح تكون لاصحاب الدايركت الاعدادات قدامكم يا شباب شرحنا بيها عن إعدادات البي سي وازرار لوحة المفاتيح وشرحنا عن اصحاب قطعة الدايركت وعن اصحاب الزيم إبيكس وايضا شرحنا عن اللود شرح مفصل عن كل شي تحتاجونه بداخل اللعبة من اعدادات ولوحة مفاتيح لكل الاجهزة وكل القطع اللي ممكن تستخدموها وايضا اللود اوت يا حبايب قلبي إن شاء الله راح يكون هذا المقطع مفيد جدا لكم وإذا عجبكم وحبيتوا هاي الفكرة لا تنسون بدعمكم ويانا لايك وسبسكرايب ألقاكم في جديد كانوا وياكم أخوكم حسين من قناة كيلو جيمز في أمان الله يا أصدقائي